بعد انفراج ملف استيراد وتصنيع السيارات، ترقب كبير لعودة القروض الاستهلاكية مع حلول سنة 2023، حيث تحذر العديد من البنوك الوطنية لإعادة بعث قرض السيارات وفق مبدأ المرابحة، وهي الصيغة التي لاقت رواجا كبيرا في وقت مضى بين المواطنين. نحاول يعني نكون في مع الأوائل مع البنوك الأولى اللي راح توفر هذه السيارات للمواطنين. راح نكون يعني راح يكون للمصرف حصة ومخزون من هذه السيارات. تعرف القانون في الجزائر ما يسمحش بتمويل السيارات المستوردة مباشرة، لازم تكون مركبة محليا. بنك السلام الذي يعمل على تقديم منتجات بنكية تتلائم مع متطلبات واحتياجات المواطنين، يؤكد جاهزيته لإطلاق قروض جديدة تخص السيارات وفق شروط بسيطة يصل فيها التمويل حد 2 مليون دينار، بعدما شرع في التفاوض مع متعاملين في تصنيع السيارات. يعني الصيغة المعتمدة من طرف المصرف هي صيغة البيع بالتقسيط للسيارات، ويعني حتى الشرح تاع الصيغه سهل، يعني البنك يشتري هذه السيارات من عند المصنع او وحده تركيب سيارات ويعاود يبيع هذه السياره بالتقسيط مقابل هامش ربح معلوم في الاول ولمده معينه شرعيه معتمده من طرف الهيئه الشرعيه للمصرف وكذلك الهيئه الوطنيه للصناعه الاسلاميه.